عزت بعد الفطور في رمضان لها نكهة فنية يعرفها جيل الثمانينيات، الجيل اللي تربى على أن يشوف أعمال درامية لها طابع فانتازي وتراثي. من فينا ما تذكر الإبريق المكسور، مدينة الرياح، مذكرات جحا، الغرباء الطماعون، الجوهرة والصياد. أظن كلنا رجعنا بذاكرتنا لورا وولهنا على دراما رمضان وإحنا صغار. على ايامنا احنا عبد الله البري، عبد الله البحري، عبد الرحمن العقل كان يمثل، على مظهر علي جمعه. نعم نعم انا عبد الله البري، والله ونعم وانا عبد الله البحري. كان في كلمه مشهوره يعني دائما كنا نقولها نرددها واحنا صغار، كانت تقريبا علقم علقم شيء ومدلقم تقريبا، صح ولا؟ علقم علقم مر ومدلقم. بدر الزمان حق الممثل خالد العبيد، طبعا في مقولة كان يقولها بالمسلسل، شركان شركون له أربع عيون. شركان شركون دائما مخه مدهون بزيت زيتون. مسلسل الغرباء تراث قديم حق فنان الراحل غانم الصالح. كامل الأوصاف يا مزيون، الليلة اسبح مامك يا مفتون. الطماعون تبع بطل الفيلم خالد العبيد اللي كان شعاره طبعا طباق طباق يحدق الطباقون. الظاهر ما تعرف طباق 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 اللي يلتك طراق. ما ينسي المدردر، حتى قالك جملة كلنا حافظينها، غضب غضب خيرتكم تعرفون، غضب غضب اللي كلامه كله علامة. عندك شاطر حسن حق عبد الرحمن العقل، والعبيد المدلقم علقم المدلقم. يا ملاكي يطلع لي ملاكي يا ملاكي. الصراحة في مسلسل وايد حلو كان اسمه الإبريق المكسور مال الفنان خالد العبيد. يلا حاضرين حاضرين. ابي 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 نص، ابي النص اللي عندك. عطني اللي معاك واعطيك اللي معاك.